الآن نترككم مع الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. فاطمة موسى خيري ضيفة الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، يحاورها الإعلامية الشيخ أحمد المختار فال. فاطمة مساء الخير. مساء الخير. فاطمة تي أول ضيفة عندنا برنامج بصراحة. هذا شرف لي. شرف لنا احنا. حتى الشرف لي أنا مودي. جميل. فاطمة مستعدة للحلقة طبعاً أكيد. طبعاً طبعاً أكيد. عندنا عندك 100 سؤال لتجاوبي على قريب من 10 أسئلة منها، وأكيد هم اللي عندك رسائل ومفاجآت. أهم شيء الصراحة. توافقنا؟ إن شاء الله توافقنا. تفضل يلا. فاطمة لا هي نبدأ الأسئلة كما قلت لك، عندك 100 سؤال لا تختاري من 1 إلى 100، وطبعا أكيد المخرج لا يطلع لك السؤال اللي تختاره نعود نقرأه لك وتجاوبيه وبصراحة إن شاء الله. طيب اختاري، عندك من 1 إلى 100. أكيد 100 سؤال فيها أسئلة محرجة، فيها أسئلة بسيطة، فيها أسئلة صعبة، حتى عن فيها صور، ممكن سؤال تظهر لك صورة شخص وتعلق عليه مثلا، وحتى عن ممكن تعود فيها أسئلة سخيفة، لأن هي 100 سؤال، أكيد 100 سؤال ما تعود يكون فيها سؤال والله طبيعي. إذن أنت وحالك، وأهم شيء كما دائما نقول لك الصراحة. يلا 20. سؤال رقم 20. سؤال رقم 20. سؤال رقم 20، بالنسبة لك من هو أفضل رئيس حكم موريتانيا منذ الاستقلال؟ بالنسبة لك من هو أفضل رئيس حكم موريتانيا منذ الاستقلال؟ لين خفف لك شوي. ما في الصراحة ولا بد أن نتقد من الرئيس. أبو وسال اللي حضرت تيم زمان. لنعطيك إعلي والمحمد فال. رحمه الله، سيد الشيخ عبد الله محمد عبد العزيز، بما ان الرئيس الحالي له 3 سنة وشيء، خلي هذا الرؤساء الثلاثه. سي علي بن محمد فال رحمه الله عليه، وسيدي الشيخ عبد الله والعبد العزيز. خلينا نضيف لهم معاويه. تحضرتي في حكم وكيل؟ حكم معاويه كنت صغيره فيه حتى. خلينا نضيف معه حكم معاويه كنت صغيره فيه، ولا حيثيات ما هي عندي قبال، ما كنت نقدر نعدل. اختاري واحد من الأربعة. واحد من الأربعة كلها علي بن محمد فال جاء فترة انتقالية، والسيدي الشيخ عبد الله كان رئيس منتخب وتمت حالته، والعبد العزيز كلها كيف ما قلت لك عنده إيجابيات وعنده سلبيات. ماني في مقام على إني جميل نعطي ندري برأيي. الصراحة ما خدمت، ولكن إن شاء الله في الأسئلة القادمة نشوفهم صراحة. راني جاوبتك بصراحة. أنا ما لا ما فيك، ما كانت في صراحة، ولكن إن شاء الله الأسئلة القادمة إن شاء الله. درك اللي تختاري السؤال الآخر من عند 1 إلى 100. طبعا السؤال الكويت، الرقم اللي اخترتي كويت شنو؟ 20. اكيد موضوع. خمسة واربعين. السؤال رقم 45. السؤال رقم 45. برأيك ما هي أسوأ ظاهرة في الفيسبوك الموريتاني؟ ما هي أسوأ ظاهرة في الفيسبوك الموريتاني؟ أسوأ ظاهرة في الفيسبوك الموريتاني. ظاهرة اللي متضرر منها الفيسبوك في موريتانيا. أسوأ ظاهرة في الفيسبوك في موريتانيا هي على الفيسبوك، استخدام في الفيسبوك في الأمور اللي تمس الكراهية، تحث على الكراهية، التفرقة، العنصرية، الشرايحية،
خطاب الكراهية. خطاب الكراهية بصفة عامة، وأعلن استخدام بعض للأسف الشباب والشابات صور ما هي صورهم للتشويه، ظهور الأفلام الإباحية. ذيك ماني شاك كان متضرر منها الفيسبوك لأنها قاع ما هي فيه توه مجتمع. طيب أسوأ ظاهرة بالنسبة لك شنو من بين ذلك؟ من بين أسوأ ظاهرة ذي ال ظاهرة الخطابات الكراهية العنصرية والفئوية والجهوية. من رأيك كانك يعني تردي على الجمهور، على رسائل الجمهور خلال الماسنجر؟ رسائل الجمهور، أصدقاء فيسبوك أو المعجبين، متابعين. أكيد أنت مدونة، عندك متابعين، عندك واحدين تابعوا صفحتك. أنا ماني مدونة، أنا سياسية. تدوين ما أكتب حاجة مع حد. أكيد عندك جمهور كسياسية. ترشحت طبعاً، قد ترشحت لبلدية تبرق زينة، كتب رائحة البلديات في الانتخابات اللي عاقبنا، وأنا مستشارة بلدية حالياً. وقد ترشحت للجنة الوطنية للشباب كأول شابة قاع موريتانية تتجرع على أنها تترشح ذا المنصب الحزبي. وعندي يجوني الرسائل طبعاً، ماني ما بيع أن نجاوب بقدر المستطاع. يعني ما دام عندك وقت ما دام عندي الوقت نجاوب حد كامل رسائل محترمة طبعاً نجاوبها. مالك من الناس اللي ليه ما يتوافق مع أحد قال له تعليق ما كان راضي كذا يبلوك؟ كم الشخص عندك قائمة بلوك؟ قائمة بلوك ما نعرف كم الشخص عندي. غير نعرف على أني ما نبلوكي حد يكون بسبب غير محترم. حد كامل محترم، نحترم الرأي الآخر ما دام في حدود الاحترام. يدري حد قد كومنتي بكومنتار يعطي فيه رأيه ونتخطاه، ما عندي معاه مشكلة. غير لين يعود حد ما هو محترم، والله كلامه ما هو محترم، جارح شيء، أما نبلوكي نعطيه عيت تحذير، عيت سبريمي لو ميساج لو بلوتو سبريمي لو كومنتار، إلين يعلها على مرات نبلوكي. والله إذا مش شاري حد رسائل ما هي محترمة هم اللي نبلوكي. جميل، برك بداية تختاري السؤال. طبعا عندك 20 وعندك 45. أوكي، بدون 20 و 45 اللي تختاري من عند واحد إلى 100 تخلي عندك 20 و 45. خلي 20 و 45. أهم شيء عندنا هو شنو؟ الصراحة. الصراحة رجع أنا طبيعتي. أكيد. 15. المرة قربتي لي شوي لأن الأسئلة هون في تلفوني. سؤال رقم 15، برأيك متى تترأس موريتانيا سيدة؟ متى تترأس موريتانيا سيدة؟ سيدة. ما هي قاسية. إن تفوت تعود المرأة الموريتانية مستعدة وتمشي ذيك وتقبل المجتمع الموريتاني، لأن المرأة زالت ذيك هيمنة الذكور، تقبل المجتمع الموريتاني على المرأة وتسعى لها مدي المرأة للمرأة تقريبا رئيسة. ممكن الانتخابات المقبلة يعني. نحن ما كانت عندنا امرأة قاضي، لكن ممكن الانتخابات المقبلة ما كان رئيسة. ما كان المجتمع يتقبلها، ما كان من معقول على ان تعود عندنا امرأة قاضي. ذا هما اليوم عندنا أمس عندنا صح. عندنا كوميسارات عليات صح، وعندنا امرأة قاضي، وعندنا العليات الحمد لله في, 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 في المراكز كاملة. سابق بعد قاعد تعود تطرح سؤال، تعود مرأة رئيسة جمهورية، رئيسة وزراء بعد قاعد نحن لا حانينا نختار سابق. هي 100 سؤال، أنت اخترتي السؤال رقم 15. السؤال رقم 15 يقول متى برأيك متى تترأس موريتانيا سيدة؟ أنا تعود المرأة مستعدة، يعني جواب على السؤال فاطمة بصراحة، تقولي لي الانتخابات المقبلة 2035 أعتقد 2025 لا برأيك يعني شفت المرأة الموريتانية طموحة
وعندها القدرات ما شاء الله علمها تقلد المناصب كامل. مجتمع الموريتاني اللي تعود ما بعد عاد متقبل علم تعود المرأة رئيسة يقر إن أنت تطمح لها المرأة وتديرها تديرها فتطمح لها وتستعود مستعدة لها الدار لا تعود رئيسة إن شاء الله. يعني 2035 36 40 2040 تطمحي أنت للرئاسة؟ أنا أطمح لأول مرأة بعد تعود رئيسة وزراء. جميل جميل جدا. ورك لي تختاري. خلينا نقيس سؤال آخر لأن يعني عندنا فقرات أخرى فيها عندك رسائل وأكيد في التقباط سؤال رقم 20 سؤال رقم 45 والسؤال رقم 15. اختاري السؤال جميل. قباط 20 15 و45 70 السؤال رقم 70 أوف بعاتي بعيدين مرة. لا انت مو نزر قوه بعيد مره قريب ومره بعيد. السؤال رقم 70 يقول لو اتيحت لك فرصه لتقديم طلب لرئيس الجمهوريه ماذا سيكون الطلب؟ لو اتيحت لي فرصه يعني انت امام رئيس الجمهوريه لتطلبي طلب وهو اكيد لا يعد. صوري معي رئيس الجمهوريه قصته صنعت فاطمة وموسى والخير ده الطلب اكيد لا يلبيه. شنو الطلب؟ طلب الرئيس الجمهورية تعزيز دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية تعجيل المدرسة الجمهورية لتعزيز الوحدة الوطنية. جميل. ولكن لو كان الطلب يعني تمشيه له بينك تهو ما تقولي له عيني عيني وزيرة؟ نو لأني نعرف أني بجهودي الخاصة اللي وصلتني المناصبي في الحزب اللي معدلة من دون وساطة ومعدلتها بقواعدي الشعبية وبنضالي اللي يعني نواصل فيه يخولني ذاك علينا نوصل للمنصب اللي ندور. جميل جميل. لاهي نتحول لسؤال سؤال اختاري. انت اخترتي رقم 70 رقم 20 15 و45 انت وحظ. سؤال رقم واحد سؤال رقم واحد جميل. برايك هل التدوين قادر على تغيير المجتمع؟ هل التدوين قادر على تغيير المجتمع؟ نعم. تدوين تدوين الهادف يعني تدوين اللي يهدف والله عنده رسائل لتعزيز كيف ما قلنا الوحدة الوطنية رسائل تخدم المجتمع بصفة عامة رسائل تطور من المجتمع اللي نحن فيه رسائل هادفة للشباب تعاون الشباب رسائل التأطير الشباب هذا على المدى الطويل البعيد أو القريب إلى ما 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 أخدم ضرك دور لا يعجب يجيب نتيجة. جميل. هو كان أكيد فيسبوك كان سبب الثورة في تونس في السودان في مصر. يعني هل هو قادر لتغيير المجتمع؟ نعم ولا لا؟ نعم. جميل. نتحوله شور آخر سؤال في الفقرة وأكيد اللي اللي تختاري وأنت وحظك وأكيد الليلة رسيلة كاملة سهلة إن شاء الله وبسيطة وبدون إحراج وبدون صراحة ما الحمد لله صراحة. أنا ما أعطيتكم ما هو الصراحة ما في كانت صراحة ما في ما أعطيتكم ما هو الصراحة إن شاء الله أنا ما أعطيتكم ما هو الصراحة هذيك أوكي ما أنا متأخرين عليه. سؤال نختار رقم السؤال اللي تختاري رقم سؤال رقم 100 السؤال الأخير. جميل. من هو من هو أفضل مدون بالنسبة لك في موريتانيا؟
أفضل مدون بالنسبة لي في موريتانيا. سؤال بسيط. أنا قاع ما مخبرني حتى في المدونين للأمان. مدونين اللي نشوف صفحة منهم. الحدث رشحتك لأفضل شخصية فيسبوكية وترشحت أنا معاك وأكيد واحدين بارتاجا وياك صوتولك وصوتولي أنا من داخل صفحاتهم وقبلها الأخ محمد. أراني على ذكرى شاكرة صفحة الحدث على شكرا لهم وأنا أكيد على, على, على ترشيحهم لي. وكان لي الشرف مع أني ماني شخصية فيسبوكية. الشرف لي على أنهم صنفوني ذاك التصنيف. غير لهي نرجع للسؤال. أفضل مدون أفضل مدون بالنسبة لي إن شاء الله مميزين كاملين. هو كلها سمي لي أربع مدونين موريتانيا. أربع مدونين أنا قلت لك إني ما مخبرني فيهم. لا شوفي أنا لين أنا ما مخبرني فيهم يا غير شفت المدون اللي منهم كامل كيف ما قلت لك يدون عن أمور هادفة وتخدم البلد تخدم الوطن موريتانيا. اللي منهم يسعى بشي كامل يلم شملنا. رعاني عن ذا اللي يدعي للتفرقة أنا ما نحسبه مدون. وذا اللي دائما ما هو راضي عن كل شيء ملي أنا ما نحسبه مدون. قولي لي بالاسم ما بدون ذكر اسماء. يقير فم مدون وناشط على فيسبوك. أنا حقيقة نحترمه لأنه ذا اللي واحد فيه يخدم المجتمع ويخدم الفئات الهشة اللي هو أخونا إسحاق فاروق. تحية له من هذا المنبر لأنه حقيقة التدوين اللي واحد فيه يخدم المجتمع وشي بمعناه شي يخدم موريتاني ويخدم الشعب الموريتاني المناطق الهشة. رجاج عنده رسالة ذكية العمل الخيري مستخدم في فيسبوك في شي بفايته. بالتالي إسحاق هو أفضل مدون بالنسبة لي هو أفضل مدون بعد عن أمور السياسة. واحد في الشهادة ويخدم المجتمع. تعرفي قد تابعتي بث للطالب عبد الوهاب؟ ما قد تابعت له بث كان ما قد تابعت هو ملك البث المباشر. ما قد أنا ماني من فيسبوك ما عندي من شخص تتابعه 100 ما عندي فاطمة الشخص تتابعه 137 ألف شخص ودون التابع 137 انت ما قد فكرتي يوم من الايام تخرصي الشخص لماذا هذو الناس يتابعوا؟ ما قد تخرصت له بس تام ما قد تخرصت له قد تخرصت له شوي. ما على كل حال تحية للطالب عبد الودود للأخ سيدي كماش وللأخت كذلك فاتون المعيد بس والرفيق والأخ تحية لهم تحية للجميع تحية للجميع. نعم تحية كذلك للصحفي والزميل بتاعي يعقوب. لندخل عالم التدوين يعني دخلت ضيقة هم كاملين أصدقائي إن شاء الله. تحية للجميع هم ما شاء الله مميزين كاملين. نعم. كلها في الزاوية اللي أكيد تحية لمحمد خشار بطاسي بخير الله يدا الله يدا تحية جميل. تحية محمد بوي الله محمد بوي بوي الله تحية الله شيء فاتورية تحية سيبة أتمنى لها إن شاء الله الشفاء آمين إن شاء الله. تحية الجميع تحية الجميع تحية مريم كذلك مريم القاضي ومدير محمد جبان دخلتيني عالم لا بدري من أي حد ذلك ما قدمت له تحية تعد بيوم مشكلة درك فاطمة. عندنا الفقرة الموالية وهي عبارة عن رسائل مشاوهم لك تي أشخاص لهنا عرضوا لك رسائل على الشاشة وانتي اتجاوبي أكيد الشخص هو أعطى عندك شهادة للأمانة. ما كانت فيه ما هي الشهادة ممتازة الحمد يعني لله. ما قسنا عدائك الحمد لله كنت يعني معاك كنت متعدل معك ما شاء الله الحمد لله جزاك الله الأسرة الأصدقاء الناس اللي تبقيك الحمد لله الناس الحمد اللي كذا الحمد لله وأكيد لنعود جاهز فيصل أكيد له يعطينا أول رسالة أباتي والدامس بخير ليه تبقي تسمع رسالة والله خلينا نسمع عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متحدث أباتي والدامس ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ناشط سياسي ناشط مجال العمل الخيري
الأخت فاطمة وأنت موسى والخير، أعرف شليل أكثر من عقد من الزمن، إنسانة طيبة، شابة طيبة، متعلمة وتشتغل معتمدة على نفسها وعندها شخصية مستقلة، وعرفتها في السياسة، سياسية محنكة تبارك الله، وعندي معها تجربة عمل سياسي مشترك، وعندي معها تجربة عمل سياسية مختلفة بين كلنا داعم مرشح آخر، في الحالتين عجبتني سياسيا، مخلصة جدا ومثابرة وجدية في العمل، كامل وخصوصا العمل السياسي، وفي القناعات والمبادئ ما شاء الله، عندها صفحة على فيسبوك رائعة جدا، الناس اللي متابعها ونشراتها زينين، يمثلوا الشباب، وهي من راسها شخص طيب تواضع يبغي الخير للناس كاملة، وباختصار تستحق التكريم، تستحق أنها تتقلد مناصب متقدمة تمثل فيها الشباب، وشكرا، هذا قليل من كثير. جميل أباتي وبدأس خير سمعتي باتي والدامس بالنسبة لك هو صديق على فيسبوك؟ صديق باتي والدامس صديق فيسبوك، صديق. أتذكر مرة من المرات الصفحة اللي كانت رشحتني معك ورشحتك أنت، والبعض من الشور وشارك من الشور جاوه جماهيري أنا وصوتوا لي أنا، وكان يبقى مصوتو ما صوتو لك دار قاجي صوتو لك دار قاجي وكابتيتو كان ذاك شين عندهم. تحية لهم أكيد، تحية لك الناس، تحية الجميع كاملة، تحية الجميع. باتي والدامس باتي والدامس شركني معاه العمل كيف ما قال على مرتين. مرة كانت مرشحنا على مستوى البلديات والجهة، شركتنا مرشحة ساعة كان هو داعم فاطمة بنت عبد المالك، تحية لها منه، تحية. وكان كنت أنا مودي في حملتها داعمتها، كنا ماشيين مرشحنا شخص واحد وهدفنا واحد. في الرئاسيات مرشحنا ما كان واحد، وخرجوا بيننا موقف ظريف، جابرنا يوم الزرق دخلنا الاثنين بنفس المكتب لهنا زرق، صادفنا عند الزرق نقبلانا لي زرق ويقبلهم هو. قلت له عنك زرقنا انا نعرف وجهته، كان يبدا ما نزرق لكم زرقنا نحن سكتوا دائما نبقيك بعد تخسر صوتك دا زرقنا اشبه فيك نبي له هنا قلبك. جميل جميل جدا ضرك لين تحولوا شو الرسالة الثانية تبقي تسمع الرسالة والله يلا خلينا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين، معكم زينب أم الخيري، سعيدة بكون لهم بالشهادة في حق أختي وفي حق الشابة فاطمة أم الخيري. بداية سنة فاطمة شابة عندها طموح، عندها أهداف، عندها طموح لأنها تغير من واقع بلدها، لأنها تغير من نظرة المجتمع للمرأة بشكل خاص. فاطمة كأخت، فاطمة دائماً تدعم المشكلة، حس إني لابد أجبر على ذلك، ينصحني نجي على فاطمة اللي نشوفها قدوتي نشوفها مزيدة على نجي على فاطمة، تنصحني بوجهها هاي الله يعديها الله يرضي صالحها الله يرضي حاسها، نهائيا ما قد فاطمة نصحتني على الشيء تندم عليه، لأن الله قال لنا إحنا مدمنين بالفترة جاية نصحني. فاطمة ما هي خالطة حياتها مهنية مع حياتها الشخصية، حياتها المهنية فاطمة شابة سياسية معروفة في الوسط السياسي، وطالبة من عند الله إن شاء الله نعدد لي في هذه الشهادة على أكمل وجه. جميل، قالت عنك كنت تنصحيها؟ لا يا أختي صغر مني دعبت التنصيح وجهها نصحها. تطرح علي عيات أمور تاني دراستها مع أصحاباتها ونوجهها فيهم. أنت دراستك أنت شو
أنا تخصصي إدارة المؤسسات. إدارة. يعني عندك ماستر. عندي ماستر. ماستر في الإدارة. في الإدارة. جميل. تحية لها طبعا، تحية لضيفتنا. ورك لهنجيسو الرسالة الأخرى. أكيد صاحبها تتعرف أنت عليهم خلال الصوت. ما تيجي لك اسم صاحب الرسالة القادمة، ما نقال لك اسمه، ولكن أنت اللي تتعرف عليه من خلال الصوت. يلا خلينا نسمع الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا قال لي صنيب الكوري، مفتش تعليم، صحفي وناشط حقوقي. ونختار ندلي بشهادة عن فاطمة موسى خيري اللي نقدر نعود نخبر حد بها دي اللي عرفتها تلميذة شمس الدين، متميزة ومتسمة بأخلاق عالية، وعرفتها وسطها العائلي اللي صديق حميم لوالدها، وكذلك مولي في البيت، امرأة موريتانية محافظة متميزة بسلوك يمزج بين الحضارة والتمسك بمبادئ والقيم الإسلامية، وعرفت الشاب مناضلة سياسية عنده قدرة للتحليل العميق وعنده إلمام جيد بالقضايا الوطنية، وظاهر لها مشروع مسؤولة وطنية عندها مستقبل واعد إن شاء الله. جميل. هذه الشهادة افتخر بها من مفتش، من مدير أستاذ. دروس أستاذ مدير دروس في شمس الدين، صديق والدي، وما زلت للأمانة إلى اليوم نستشار بعض الأمور. كان يقريني أخوه تحية له محمد الصنيبة أستاذ الفرنسية، وكنت من أفضل التلاميذ. جميل. برك فاطمته تتعرفي على صاحب الرسالة من خلال الصوت والصورة طبعا. جاهزة ولا جاهزة؟ يلا خلينا نسمع الرسالة. السلام عليكم، معكم أمينة بلال. فاطمة منت الخير عرفتها في مجال العمل، تعرفنا في العمل السياسي وعمل الميدان، وما شاء الله عليها رائدة وعندها روح القيادية، إنجن ليدر، وتبقي لا شيء إيجابي لدولتها، وتبقي تجيب تغير إيجابي خاصة للي يعني قيادة الشباب وتنميتهم. ما شاء الله فخر للموريتان بأن هي جاء ما شاء الله ناشطة ومثل شباب موريتاني. نتمنى لها الخير، نتمنى لها نجاح في سيرتها، ونتمنى لها مولي تتقدم وتجيب لنا ياسر من تغير إيجابي مع الشباب، في تنمية شباب وقيادة شباب. نتمنى لهم مولي نجاح وتوفيق. مرحبا وسهلا. جميل. أمينة بلال. أمينة بلال. أنا قلت لك صاحب الرسالة، ويبدو أن الرسالة كانت شيء عند أمينة بلال. مثل يحتذى به الشابة الموريتانية
المناضلة للشابة اللي خلات بصمة والشابة اللي قامت بدور يذكر فيشكر، هي الأولى عدرت سلفين باغيت هي وجماعة من الشباب. كانت الفكرة فكرتها يصقلوا نواكشوط وبلد كامل فيهم باريتي يصوروا ياك يدفعوا المواطن وعدلوا له التوعية لأنه ما ترى يكب لو ساخر. جميل، تحية لها، تحية لها ومبروك لها على تعيينها جديد. تحية لها ومبروك لها، والله مبارك لها إن شاء الله التعيين. بارك الله ينقيسوا الرسالة الموالية. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد الله الزين، باحث في السوسيولوجي والأنثروبولوجي. أنا صراحة يهمني لأني نعطي انطباعي عن الأخت فاطمة تموسى خيري. صراحة هي إنسانة من الناحية يعني الوجودية اللي تعاطى بها مع الناس على مستواها الشخصي وعلى مستواها العمومي، أنا شخصيا حسسني فعلا عنها إنسان عنده طموح، إنسان عنده وجود ولديها بصمة ولديها شخصية يعني مميزة، بمعنى على أن تجاوزت حسب وجهة نظري أنا عقدة يعني ما يسمى بالظهور. يعني غالبية النساء في المجتمع مازالوا عندهم ذاك خايفات من التابو، عندهم مشكلة مع المجتمع، مازالوا إلى حد ما، بالتالي هي كسرت ذاك الحاجز. هذا شيء مهم لأن الممارسة السياسية والأداء السياسي يتطلب صراحة، يتطلب وجود، يتطلب بقاش كاشف عن هويته الحقيقية وهويته المركزية، ويعود في نفس الوقت من اللي يدافع عن حقوقه. وأنا نعتبرها رائدة شابة وعلى أنها عندها مستقبل في الممارسة السياسية، نظرا لأنها علاقاتها من اللي مع الناس علاقة مبنية على أسس تنزع دائما إلى يعني الأخذ والعطاء، التفاهم، التبادل الآراء. وأنا شخصيا حسب تجربتي وعلاقتي بها كأخت وكصديقة رأى على أنها شخص مميز ورأى على أنها شخص عنده مستقبل، واتمنى لها التوفيق. وأنا يشرفني لأني ندري بهذه الشهادة فيها لأنها شهادة حق وانتباعي شخصي عن إنسان. نتمنى له كل الخير، نتمنى له التوفيق، ونتمنى لأنه ينجح في مساره المهني وفي مساره السياسي وفي مساره العائلي والاجتماعي والوجودي. وشكرا لك. تحية طبعا للدكتور عبد الله الزين. أكيد طبعا شرف أن نحن أن تعود عند الدكتور رسالة في أول حلقة من حلقات برنامج بصراحة. عبد الله إنسان محترم، إنسان مثقف، شاب يعني. تحية 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 كبيرة، تحية له بعد. شرف لي أعلن دكتور كيفة عبد الله زين يدري بشهادة ذكيتها عني، هذا بحد ذاته وأنا نفتخر به. جميل فاطمة، الرسالة هذه الرسالة القادمة أعتقد تحية محمد المولي، تبقى تسمع الرسالة. الله يلا خلينا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله، معكم تحيم محمد المولود، أنا تكلمتكم اليوم عن الشابة الطموحة فاطمة تور بنت موسى الخيري. فاطمة وأنا عندي معاها حالة خاصة، فاطمة وأنا أختي وصديقتي وزايد على ذلك على أنها من أخوي، معناها على أني نوف ذلك ده نقول عنها كامل، وفي نفس الوقت ذلك ده نقول عنها كامل ده هو الحقيقة بيدي أخبر اللي أخبر فيها أنا. فاطمة شابة طموحة في حياتها السياسية ناجحة فيها الحمد لله، وطموحة ومن الشباب الديالت وينعرف له شيء ويندعم، وفي حياتها المهنية فتبارك الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم ناجحة الحمد لله، حد يعرف فيه هي في مجال عملها دور الدائرة أحضر عليها على أنها ذات أخلاق جيدة، وذاك قاع ما هو مجمل فيها بيجي متربيه في محيط ما يقدر يعود أخلاقه ويكون زينة، حد يعرف بوها ويعرف طبيعته، يعرف أنها تمشي ذا على ذاك النهج
وتشوف معناها شاب الحمد لله ناجحة في عملها، متفانية في العمل وصراحية. من ناحية الصراحة فاطمة صراحية، تقد تعود ذاك سلبي حاليا في المجتمع اليوم، غير احنا ما هو سلبي عندنا، زين عندنا حتى، هي طبيعتها فاطمة الصراحية، صراحية في كل المجالات، مجالها المهني مجال حياتها كاملة الطبيعية، لكن اللي هي تقول هو حقيقتها، ولكن اللي هي تشوف على رقاج هو، ولا هي تقول ولا يشوف عليه، لا يشوفوا فيها اللي ما إليه تجامله. وتشوف وشكرا جزاكم الله خيرا، ما نبقى نطول عليكم، أنا قاعدة وديت نهار كامل نتكلم عنها، ما إليه موضوع به اللي حياتها كاملة نعرف. جزاكم الله خيرا، مرحبا وسهلا. جميل، شهادة بعد الصراحة. تحية تحية خد تحية تحية محمد المولود، شخص قالي عليا حتى شخص كيف تراسي ما نعرف قاع الله نقول قطعا إني كيف ما قالت ما أخبر حد هي منها. جميل برك له نقيسوا آخر رسالة في الفقرة خير إن شاء الله، هي أعتقد من محمد يحيى ولا المصطفى. أخيرت أخيرت تبقي تسمع الرسالة والله، يلا خلينا نسمع. محمد يحيى المصطفى، رئيس اللجنة الوطنية للشباب، زميلة والأخت فاطمة تمساوي الخيري، عرفتها من خلال العمل السياسي اللي شاركنا باللجنة الوطنية للشباب، ومن الأكيد عرفت فيها الشخصية الفذة والمحترمة المكافحة المنافحة من أجل مكانة الفتاة الموريتانية. جميل، شكرا جزيلا محمد يحيى. محمد يحيى مصطفى رئيس اللجنة الوطنية للشباب في الحزب الحاكم، في حزب الحاكم ديانة عضو فيها ورئيسي، شخص محترم للأمانة ومتفاني في العمل لخدمة الشباب. مصطفى باب فترة من الفترات كنت منافسة له على اللجنة الوطنية للشباب. محمد يحيى، محمد يحيى مصطفى، مصطفى بابا، محمد يحيى مصطفى بابا، فترة من فترات كنت خصم، كنت مترشحانة للجنة الوطنية وقبضها هو ونعم الشخص. جميل، فاطمته آخر فقرة وآخر أسئلة عندنا، هما أربع أسئلة، تختاري ثلاث أسئلة طبعا، تختاري منهم اثنين للجواب. الله. إيه تختار؟ حاول يدرين والله حاول. أعطيك هذا أول. والله أعطيك واحد من هم. طني واحد منهم وواحد منهم. أعطيك هذا واحد من هم. جميل. أول شيء نعطيك. شو؟ تقرأي ولا تخلينا نقرأ؟ تقرأي سوا. هذا السؤال ما كنت تشوف. لا كنت تشوف. لا لا ما كنت تشوف. طيب. طيب. نعطيك واحدة. سابت خرسيني خرسو. سؤال بس. بس هيك. في حرية التعبير. للأمانة للأمانة نبقيهم سنتين للأمانة، لأنهم كلهم عندها فن خاص. مستعدة تجاوب السؤال يعني أنت مستعدة تجاوب السؤال؟ تاري قلت قرأي فوق لا تطني عنك. أيهما تفضلين أكثر؟ قرني من تابة من أيتو من تنفر؟ للأمانة
بصراحة التامة بصراحة نبقيهم سنتين ينهروني سنتين ليتو من تنفروا بصراحة تختاري واحد ليتو من تنفروا عندي بيها معرفة وبأسرة سهلها داهلي قاع حكما عدية وبوياقي صاحب الوالد قرمي فنانة عظيمة كيف ما نميتهم ودي فنانة عظيمة كلهم عندها إطارها اللي تستنهور بيه وأنا ينهوروني في الفيلم جميل ومرة كانوا لا سؤالين عاد مو ثلاثة قصنا اللي جاوبين أكا وآخر سؤال بسيط عز هذا ما نعرف ما تقدر تجاوبين لا ما قلت شيء جميل إذن شكرا فاطمة أنت مساء الخير شكرا لك وأيضا شكرا لمخرج الحلقة فيصل العربي هذه تحيات الشيخ أحمد المختار فار ودمتم بخير وإلى اللقاء.